طبعا كهربا وعواد بيأزروا طبعا محمود متولي مدافع النادي بعد اصابته. عندنا خبر بيقول ان حرس الثنائي محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاهلي ومحمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك على دعم محمود متولي مدافع الاهلي بعد اصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهه اسوان امبارح في مسابقه الدوري الممتاز. كتب كهربا على صفحته الشخصيه على انستغرام موجه كلامه طبعا لمحمود متولي: الف سلام عليك يا اخويا. طبعا محمد عواد صديقه طبعا من الاسماعيليه على صفحته الشخصيه قال على صفحته الفيسبوك: الف سلام عليك يا حبيبي، وان شاء الله ترجع احسن من الاول زي ما عودتنا. كل الناس وكل الناس بتآزر بتآزر طبعا. واللعيب في الوقت دوت كمان محتاج المسانده المعنويه صح. لان بتبقى حالته صعبه جدا جدا. انا للاسف حصل لي نفس الاصابه، كانت الامور يا اول اسبوع بتبقى صعبه جدا على الشكل كمان المعنوي. بيبدا اللاعب يفكر انا هبدا ارجع امتى، وهو كان فعلا في فورمه كويسه جدا. فان شاء الله باذن الله الف سلامه على محمود طبعا. وان شاء الله باذن الله يرجع افضل من مكان. ودي الروح الرياضيه دايما اللي احنا بناكد عليها، انه ما فيش مانع ابدا انه لعيب في فرقه الزمالك يتمنى الشفاء او يآزر زميله في اي فرقه تانية مش بس الاهلي والعكس صحيح. فهم بره الملعب اصحاب، انا اعرف المعلومه دي، فيعني وبيخرجوا مع بعض وبياكلوا مع بعض، فليه ده كمان ما يسودش على مستوى يعني على مستوى الجماهير كمان يا كابتن، وعلى مستوى السوشيال ميديا؟ ده اللي بنقوله، وده يمكن البيت الكبير، دي الرساله، دي الرساله نبذ التعصب، ده رساله كبيره جدا جدا. يمكن في اول ما افتتحنا القناه ده سياسه القناه ان احنا الهدف الاساسي طبعا الحوار والنقاش بشكل محترم جدا، وعلى راس هذه الاولويات هو نبذ التعصب. ان شاء الله باذن الله نتمنى التوفيق لكل انديتنا. الف سلامه عليك يا محمود مره ثانيه، ويعني كل التمنيات لكل اللعيبه وكل الانديه المصريه ان شاء الله بالتوفيق.